كشف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني سعادة المهندس عصام بن عبد الله خلف عن البدء بإصدار التراخيص والإفادات البلدية إلكترونياً اعتباراً من يوم غد الأحد باستخدام تقنية مسح الرقم الإلكتروني، وذلك لضمان التأكد والتحقق من سلامة الإفادة أو الرخصة الصادرة إلكترونياً من خلال هذه التقنية. وقال الوزير خلف بهذه الخدمة سيتم إتاحة المجال للعملاء بإصدار الإفادة أو الرخصة إلكترونياً عن طريق الموقع الخاص بالوزارة دون الحاجة للحضور الشخصي، وتمكين العميل من دفع الرسوم الخاصة إلكترونياً عن طريق قنوات الدفع الإلكتروني المتوفرة حالياً عبر البوابة الوطنية للمدفوعات أو عبر سداد، ليتم إصدار الرخصة أو الإفادة واستلامها إلكترونياً، مما يؤدي إلى تسهيل الإجراءات على الفئة المستهدفة من هذه الخدمة وكذلك المساهمة في تقليل المصروفات التشغيلية. وأضاف أن الوزارة من منطلق الحرص على تطوير الخدمات البلدية قامت بوضع خطة وتشكيل فريق عمل تقني مختص من إدارة نظم المعلومات بالوزارة لتحويل الخدمات البلدية إلى خدمات إلكترونية.